بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. حكاياتنا جمر أذابا فؤاديا وملحامة أضحت شعارا حداديا. حكاياتنا لغز أرى فيه عبرة لمن كان ذا قلب يراعي الأيادي. سقتني الليالي محنة إثر محنة وصار من الأهوال يكبو جواديا. تقطعت الأسباب بي وتمزقت ولم يبق لي ركن عليه اعتماديا. فحتى الأخلاء الذين ادخرتهم لنائبة الأيام كانوا أعاديا. وليس بغير الله يستمسك الفتى ولو كان مضطرا ولو كان صاديا. وأن ينزع الجلد الذي فوق أعظمي لأيسار عندي من زوال اعتقاديا. تعاليت يا رب السماوات والثرى أجر مهجتي إني أخاف ارتداديا. وكن لي معينا يا إلهي فإنني بدوني لا أدري بلوغا مراديا. وكن لي أنيسا رحمة وتفضلا فأنت الذي مازال جودك باديا. فكم لك من نعمة عليا ومنة أروح بها زهوا وأرفول غاديا. أبوء بإسرافي وقولي جهالتي وكثرات تفريطي وسهوي فؤاديا. ذنوب أحاطت كالسراديق بالحشا فزادت فؤادي في هواه تماديا. غفلت عن القرآن والذكر غفلة نسيت بها قبري ويوم معاديا. أمنت بجهل مكر ربي ومأسه وخضت مع الشيطان بحرا وواديا. كأني بنفسي لا تريد خلاصها وقد راضيت إبليس للركب حاديا. ولكنني والحمد لله واثق بألا يرد الله صفرا أياديا. وإني لأرجو أن تكفير حوبتي دواه توالت واستقرت بناديا. دواه جسام قد أقضت مضاجعي وصار بها لون الحياة رماديا. فيا رب لا تترك عبيداك سادرا بظلمات هذا البعد عنك وعاديا. ولا عذر لي إلا رجائي لرحمة تلوم بها شعثي وتحيي رماديا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.